تحياتي. في حلقتنا النهارده هكلمكم عن قصة مقتل محمد ابن ابو بكر الصديق البشعه بحرقه في جوف حمار ميت على يد عمرو ابن العاص ومعاويه ابن خديج باوامر من معاويه ابن ابي سفيان والتمثيل بجثته بطريقه بشعه ليس بها اي انسانيه دون اعتبار حتى انه ابن خليفه المسلمين ابو بكر الصديق. بالطبع طريقة قتله بشعة جدا ولا تمس للدين ولا للأخلاق بصلة وهذه هي كانت أخلاق القائد المسلم الكبير عمرو ابن العاص الذي يفتخر به بعض البسطاء والسذج ويعتقدون أنه كان قائد عظيم وذلك بالطبع لعدم قراءتهم للتاريخ للأسف من لا يقرأ التاريخ لا يعرف الحقيقة لانهم لو قرأوا التاريخ كانوا سيعلمون ان عمرو بن العاص هذا كان رجل بدون اخلاق ولا مبادئ فمن يحرق انسان داخل جوف حمار فهو اقرب للحيوان من الانسان وعمرو بن العاص هذا في احدى معاركه حتى مع علي ابن ابي طالب كشف عورته حتى يستطيع الهرب يعني المعرفة المسبقة ان علي ابن ابي طالب لا ينظر الى عورات الاخرين طبعا يعني شخصيه من اسوأ الشخصيات اللي ممكن تقرأ عنها في التاريخ، وانه المعروف ايضا عن عمرو بن العاص انه اللي احرق محمد بن ابو بكر الصديق ان امه عاهره وكانت ارخصهن ثمنا في عصرها. أعدكم بعمل حلقه خاصه عن عمرو بن العاص ويعني اخلاقياته وكيف كان يكسب معاركه، لكن نرجع دلوقتي لحلقتنا النهارده حيث بدات القصه عندما توجه محمد ابن ابو بكر الصديق الى مصر سنه 31 هجريه للقتال ضمن جيش عبد الله ابن ابي السرح لمحاربه اهل النوبه المعروفون بالاساود وكان محمد ابن ابو بكر الصديق يرى ان عبد الله ابن ابي السرح ليس اهلا لولايه مصر لانه ارتد عن الاسلام في زمن الرسول ولكنه رجع للاسلام مره اخرى بعد ان توسط له اخيه في الرضاعه عثمان ابن عفان ممكن برضو اديكم لمحه سريعه عن من هو عبد الله ابن ابي السرح الذي ترك الاسلام وارتد عنه عبد الله ابن ابي السرح كان كاتب الوحي في فتره الرسول وهو صحابي جليل وقائد عسكري كبير وهو اخو عثمان بن عفان من الرضاعه وكان والي مصر في عهد خلافته طبعا عثمان بن عفان كان معروف عنه انه كان يغدق بالاموال والمناصب الكبرى على اقاربه وده معروف عنه تاريخيا وعبد الله بن ابي السرح هو الذي هزم الروم في معركة ذات السواري وشارك ايضا في فتح مصر حيث كان صاحب الميمنة في جيش عمرو بن العاص. أسلم عبد الله بن ابي السرح أول مرة قبل صلح الحديبية وهاجر إلى المدينة المنورة وكان حسن الإسلام وموضع ثقة النبي وجعله من كتاب الوحي مع عدد من الصحابة الآخرين هقولكم لكم دلوقتي لماذا ارتد عبد الله ابن ابي السرح عن الاسلام ففي احدى المرات اثناء كتابته للوحي ان النبي املى عليه السميع العليم فكتبها عبد الله ابن ابي السرح العليم الحكيم ولما فعل ذلك قال له النبي محمد وهو كذلك فافتتن بالطبع عبد الله ابن ابي السرح في اسلامه ودخله الشك وقال ما يدري محمد ما يقوله اني لاكتب له ما شئت فانه فاذا يوحى الي كما يوحى لمحمد فترك المدينة المنورة وهرب سرا إلى مكة بعد تركه للإسلام وكان ينشر بين الناس أن محمد لا يدري ما يقول وأنه ليس بنبي بل أفاق مدعي وما أكتب له من وحي يقول وهو كذلك. وفي السنة الثامنة للهجرة كان فتح مكة وكان هناك أحد عشر شخصا أمر النبي بقتلهم ولو حتى وجدوا متعلقين بأستار الكعبة. وبالطبع كان عبد الله ابن ابي السرح واحد منهم وتم بالفعل قتل بعضهم لكن برضه تم العفو عن البعض الاخر وكان عبد الله ابن ابي السرح ضمن من يعني تم العفو عنه بالرغم من رفض الرسول العفو عنه كان رافض رفض تام العفو عنه وبرضه اقول لكم قصه العفو دي على السريع برضه من غير ما تشعب اكثر من ذلك قصه هذا العفو بدات عندما اختبأ عبد الله ابن ابي السرح في بيت اخيه من الرضاعه عثمان بن عفان وطلب منه ان يحميه من غضب الرسول واصحابه، وقال له: اذهب الى محمد وكلمه في امري حتى يعفو عني. وانا مستعد للتوبه والرجوع للاسلام مره اخرى، لان لو محمد رآني سيضرب عنقي. لكن عثمان بن عفان قال له: بل ستذهب معي لمقابله محمد؟ فقال عثمان: يا رسول الله، عثمان بن عفان ذهب مع عبد الله بن ابي السرح للنبي محمد وقال له: يا رسول الله إن أمه كانت ترضعني وتداعبني وتلاطفني وتعتني بي فهبه لي وهو قد أعلن توبته نادما على ما فعل فقام عثمان بتقبيل رأس الرسول أكثر من مرة حتى يعفو عنه وبالفعل عفى عنه النبي محمد لكن عن غضب لأنه بعد أن ذهب كلا من عثمان بن عفان وعبد الله بن أبي السرح نظر النبي محمد الى اصحابه وقال ما منعكم ان يقوم احدكم الى هذا فيقتله يعني هو كان عايز يقتله يعني هو عفى عنه بس ارضاء لعثمان بن عفان لكن هو بداخله كان عايز يقتله فقال عباد بن مشر ألا أو مأت إلينا يا رسول الله فأنت لم تشير إلي لكي أضرب عنقه فقال النبي إنه لا ينبغي أن تكون لي خائنة الأعين طبعا يعني في سؤال هنا برضو يعني يطرح نفسه بقوة كيف نبي يعني يقبل انه يعفى على انسان وهو بداخله يريد قتله يعني هذه ليست افعال انبياء كيف ما بداخلك ليس كما بخارجك النبي المفروض بيبقى ما داخله هو ما خارجه لكن انه يعفى عنه عن غضب ارضاء لعثمان بن عفان وبعد ذلك يطلب من اصحابه بيسألهم ليه ما حدش فيكم دق عنقه كيف لم يعني احد يقوم ب ضرب عنقه مش عارفين عمل ايه وكيف قال ان انا افاق مدعي فهذا طبعا سؤال محير جدا هل هذه افعال انبياء؟ وهكذا عاد عبد الله ابن ابي السرح للاسلام مره اخرى لذلك محمد ابن ابو بكر الصديق لم يكن مطمئن الاسلام ولا يشعر بارتياح ناحيته وناحيه توبته. إيه مثله مثل أبي أبو بكر الصديق من تولية منتابة من المرتدين شؤون الدولة كان سواء محمد ابن أبو بكر الصديق أو أبو بكر الصديق نفسه كان عنده دايما ارتياب وشك في أن هؤلاء الناس يمسكوا مناصب في الدولة الإسلامية طبعا معروف عن ابو بكر الصديق انه كان يحرق المرتدين في حروب الرده كان بيحرقهم احياء وهي نفس الميته البشعه اللي مات بيها ابنه محمد ابن ابو بكر الصديق اللي هو طبعا مات بطريقه وضعه في في جيفه حمار ميت وقمع عمرو بن العاص بحرقه يعني نفس الميته يعني والمفروض طبعا القتل او الموت عن طريق الحرق ده يعني مش يعني مش عارفه اوصفه بايه يعني هذه طرق بشعه للتنكيل وليس من اخلاق حتى الناس اللي بلا دين فكيف يعني عظماء الدين الاسلامي هم من يقومون بحرق الناس احيان يعني يقومون بحرق الناس احياء فهل هذا من الاخلاق او من الدين يعني يعني هذا سؤال دائما اطرحه داخلي هل هذه اخلاق انبياء او حتى اخلاق ناس عندها ضمير انك تحرق ناس احياء فبالطبع وهل لكي ترجع الناس للاسلام ترهبهم بحرقهم احياء الدين من ان الدين يعني الانسان حر يبقى مسلم او غير مسلم حر انه يعيش متدين او غير متدين لكن انك انت تحرق الـ الـ الناس احياء لمجرد انهم ارتدوا عن الاسلام طبعا ده كان بيحصل اثناء حروب الرده برضو ده يعني سؤال اتمنى ان احدكم يجيبني عليه يعني انا اتمنى ان اجد اجابه نرجع مرة أخرى لقصة مقتل محمد ابن أبي بكر الصديق في جيفة حمار ميت حيث في زمن الفتنة الكبرى التي استشهد فيها عثمان بن عفان كان محمد ابن ابي بكر الصديق من بين من حاصره سيدنا عثمان والمؤرخين ايضا في تلك النقطة اختلفوا بعض الشيء هي يعني حيث يقول البعض ان محمد ابن ابو بكر ندم على فعلته هذه وتراجع ويقول البعض الاخر انه كان واحد ممن قتل عثمان بن عفان بعد ان تسلق سور بيته المهم ارسل الامام علي ابن ابي طالب محمد ابن ابي بكر الصديق الى مصر اللي يأخذ الولاية من عمرو بن العاص الذي كان من انصار معاوية ابن أبي سفيان فسار عليه اهل مصر بتحريض طبعا من عمرو بن العاص وانفضت قواته من حوله عمرو بن العاص كان داهيه كان داهيه كان يعني يكيد المكائد وكان يعلم يعني كيف يكسب الحرب حتى لو بطرق غير شريفه المهم ان عمرو بن العاص استطاع ان يجعل اهل مصر يصوروا عليه حتى انفضت قواته من حوله القوات اللي كانت معاه انفضت عنه وتركوه وحيدا فقام عمرو بن العاص ومعاوية بن خديج بقتله شر قتله، حيث قاموا بوضعه يعني في جوف حمار ميت وأشعلوا فيه النار دون الاكتراث حتى إنه ابن الصحابي الجليل أبو بكر الصديق وخليفة المسلمين أو حتى إن من أرسله هو علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. يعني حقيقة أنا لا أتخيل هذا الكم من الخسة وقلة الدين وقلة الضمير في اسلوب القتل البشع هذا الذي انتهجوه في قتلهم لمحمد ابن أبو بكر الصديق وهل هذه أخلاق قائد عسكري مسلم يدعي أنه قدوة أو مثل أعلى وهل التنكيل والتمثيل بجثث الأعداء والأسرة من الدين في شيء يعني مجرد أن إنسان اختلف معك هل تقتله بهذه الطريقة البشعة وحتى لو وقع الأسير عندك هل يعني من العقل أو من الأخلاق أنك تضع في جيفة حمار ميت وتقوم بحرقه هل هذه أخلاق يعني أنا بالطبع أضع يعني كل هذه التساؤلات أمام حضراتكم وأتمنى أن أجد إجابة يعني مقنعة هل هذه أخلاق قائد عسكري مسلم أنك تقتل إنسان ويبقى مين ابن خليفة المسلمين بهذه القتلة البشعة يعني أنا أتمنى فعلا أجد إجابة على هذه التساؤلات لأن للأسف البعض ينفي يعني ينفي حقائق تاريخية يعني موجودة في كل أمهات الكتب وموثقة تاريخيا أو ينكر أو يستنكر لكن بدون أن يعطي إجابات أتمنى أن أجد إجابات على هذه التساؤلات لن أطيل عليكم أكثر من ذلك هي دي كانت حلقتنا النهاردة أتمنى بالطبع أنها تكون نالت إعجابكم وأتمنى بالطبع أرى تعليقاتكم والى اللقاء في معلومه تاريخيه جديده وطاب مساكم يعني انا بت...